بتبلش قصتنا هون. تعودتوا باخر سنه برمت على اللبنانيه بكل العالم، بس هالسفره مختلفه كتير. نحن وين؟ نحن بايطاليا، رح نغض بروما، من هون بتبلش السفره. تعرفنا تقريبا من 3 سنين وشهرين على القد، تعرفت على شخص او رجعت التقيت بشخص اسمه مارك نيسان او ماركو بيتزا لوفر. بيقلكن شي الاسم؟ على هالاساس راحت الايام، اجت الايام، ماركو مكسر الدنيا، ما في حدا باللبنان ما بيعرفه، بيستقبلكن لبيتزا ببيته. رجعنا التقينا وقلنا تعرف شو؟ ليش ما بنبرم ايطاليا وبنروح على The Origins of Pizza. Mission Italian Pizza، مشوار 10 ايام ببلش هلا، بغط بمطار روما، من روما بننزل all the way down south تنفرجيكم البيتزا ومن وين. وين؟ مين عملها؟ ليش التوميتو صوص؟ الدو تبع العجينة كيف تنفخ؟ هل هي البيتزا او المنقوشة قبل؟ وهذا السؤال العظيم، عم بمزح مخصصهم ببعضهم. ماركو رح تعرف عليه بعد شوي. هالشخص يلي سيلف ثوت، هو تعلم يعمل بيتزا بالبيت، بيستقبلكن غدا او عشاء ببيته. تعرفنا اول ما قال لي عندي فكره وعبالي بلش، كان على انستغرام عنده فولوور، اليوم نط بالالوفات وبالالوفات، عشرات الالوفات. وهالفكره بلش بلبنان، وقررنا ليش ما منبلش سوا نبرم على البيتزا بايطاليا، وكيف البيتزا اللبنانيه التليانيه بلبنان ظهرت من لبنان، ورح تعرفوا بعد شوي رجعت على ايطاليا. مشوار 10 ايام ببلش هلا باول حلقه. القصه ما فيها نحن بالتي 3 يعني انترناشونال، بدنا نروح على التي 1. لهلا ما في ولا ارما بتخبرنا التي 1 وين، ما في حدا بيخبر الدنيا وين. اوكي، تي 1 تي 1 تي 1 انفورميشن ديسك. نحن لكن بتي 3 بدكم تمشوا تظهروا لبرا وتروحوا، اذا ظهرتوا لبرا بتروحوا على الشمال 3 دقائق مشي وبتوصلوا على التيرمينال 1. ما في ولا ارما. هينة وسريعة ونقلنا من محل لمحل. تي 3 تي 1 تشيك ان على السريع، وصلنا على تي 1 انترنال يلي رائع. ايطالي على الطابق الاول، هات نفتش على شي ناكله لانه في جوع صغير. جوع 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 عتيق. وبلشنا البيتزا على بالا. ماركو اول مره بيتعرفوا عليك، بس قبل ما نرجع نفوت بشو عم ناكل وشو رح ناكل، خبرني شوي عن بروجرامنا هالعشر ايام. بروجرامنا بدنا ننبش على كل زاويه فيها بيتزيريا وين في ريحه حطب رايحين. بس من الاخر خلصت. ماركو، مين؟ اي سنه بلشت؟ ليش بلشت؟ كيف طورت واليوم وين صرت؟ بلشت من 3 سنين وشهرين. طورت through the experience يلي صرت عم بكتسبها من خلال الشغل اليومي. يعني البيتزا تبعت عم تتطور كل يوم، ما بتثبت ابدا، على طول بمرحله التطور. ليش بلشت؟ لحبي للطبخ ان جنرال، للكوزين الايطاليان، للبيتزا ان سبيسيفيك. انت مش دارسها؟ ماني دارسها. تركت شغلك؟ تركت شغلي على فرن البيتزا، خصصت صرت فران عقرنا البيتزا. شو المناطق اللي رح نعملهم هالعشر ايام تنس تحضرنا من هلا للاخر؟ انطرونا، البروجرام كثير حلو، ما حنخبركم كل شيء، بس حنكون بساليرنو، بنابولي وبسورنتو. وي هاف ا ميشن
بدكم تحضرونا على يوتيوب لتشوفوا شو هي. يلا بنبلش بالغدا. بهاي سكامورز الخبزة شفناه عم بيشتغل فيها قديش 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 مرتاحة بغنجها هيك بصير يسكروا عيونه وعم بيعملها هيك بإيديه. فينا ندوق؟ أكيد فينا ندوق نحن بالمطار. فور المطار اكسبيرينس اكسلنت. فور المطار اكسبيرينس بطاطس كامورز تشيز فيري سوفت بون بريد كروست مثل فوكاتشا. هون مارغريتا عرق شوي ريحة التوميتوز نايس كرونش جوسينس. اوكي مش جايين على ايطاليا تناكل بيتزا بالمطارات بس توصل على ايطاليا وبتاكلوا بيتزا بالمطار وان شاء الله قريبا بلبنان بيكون عنا شاوربا بالمطار او بيكون عنا فلافل بالمطار بيكون عنا كنافة بالمطار او منقوشة بالمطار مزبوط. بس على الجوع رح نبلش بهون بكوميرشال بيتزا ات ايتالي وان اوف ماي فيفرت براندز دون رايت والناس توقف بالصف ويلا يلا يلا من هون ميزون بوش ساعة طيارة من غط بنابولي. Not a fan of this drink بس هيدا ضابط معه بشكل مش معقول. ليش فتنا على اللونج مع انه ما بقى في وقت وهلأ بوردينج لانه الشركة اذا بتعرفوا الايطاليا افلست سكرت عندنا اجت ايتا اير يلي قلبت من اخضر واحمر لازرق كومبليتلي نيو ريفيربشت لونجز ديارات لونهم جديد فحابب كنت اكتشف كيف صاروا وين صاروا. نحن بعد ربع ساعة بنمشي كويك درينك هيك بلش نهارنا تشيرز. عن جد زبطه معه اشتغلها كتير صح. سنزانو بروسيكو اللي بيعطيه سويتنس كتير حلوة it's very refreshing ما فيه قرصة ما فيه حموضة ما فيه سكر زيادة اللي بيدبق شفاف it's just perfect. كامباري سنزانو أبيرول سبيتس exceptional. عن جد عم نطفان أبدا نطفان هلأ مشان هيك هالقد من بهر. قبل ما نكفي البرمي جدياً تفاجأت بالقضوية بالألوان ريفريشنج فايب كول أبيض على الأرض أزرق ضو فايت من هون موزايك من ميل قوط صغيرة كأن الواحد يقدر يشتغل بلا صوت حمام البار عند فيري بيج بار وين الشبيبة عم تشتغل كأنكم أنتو بنايت كلوب عم يعملكم درينكس في بيفي صورت لكم إياه امبرست. أساساً المطار كله سوا really impressive إن كان كمية الأكل كمية المطاعم الشوبينج الجوتي فري والكول على الجيت. we're late. سردين بس ما تعطل جيب لك معي جيب لك معي بزورات هلا تاكل بزورات وبتنسى بس المهم ركابك يضلوا ساعين ركاب ساعين شو بدي خبرك وهي العلبة السوداء حبها كتير ما بسافر بليها القطن بخيلك اذا وقع معنا غيرها كل السفرة كل ما سافر بعرف على راسي كتير كبير بس انا هالقد ضايق الطيارة سوري بياخد معي وحده بزورات بضل اتسلى فيها هون وهون وبيروح نصه بالطياره
اول الفيديو مزبوط هي كفه حكي بعتقد هذا الابيرول قعدنا باجواء كثير حلوه لكن نحن السفره كثير قصيره ساعه زمان الله راك ما تاخذ شيء طيب ان سي يو ان بت Ladies and gentlemen, ETA with Captain Patrice Vessel will come here to Naples on time is 2:30 p.m. وصلنا نابولي، تعرفوا كل العالم تخبركم تسعى نابولي اوعى انتبه بيسرقوك لكن مزبوط ثلاثة من أصحابي راحوا تليفوناتهم حتى هني وعم يحكوا على التليفون فأنا معي ثلاث تليفونات الله يستر فعم فكر الشنطة وين بخبيها وين بضبها الساعة بفكها يعني بيعتبروها واحدة من أكثر المدن بالعالم اللي بيصير فيها سرقة نابولي مطار لذيذ أجواء حلوة فريش فايبس كأنكم بالضيعة ومن هون رح نمشي ونروح نلاقي شنطنا إذا بعض محلهم ونقلع سفرتنا أنا جوعان بتغدى ما بتتغدى؟ نشيل بيتزا نشيل بيتزا 100% ريتيرو باكاغلي باك وطلبي علمت اليوم ضيعة مثل ما خبرتكم كثير حلوة الأجواء عن جد بسعدكم بضيعة نابولي ماما ميا
جاي فرست امبريشن. نحن وين؟ نحن دوري استقبلنا، هلا بنشوف اذا رح يبين معنا دوري او لا. خلينا نقول لكم نحن وين نزلنا على ايلو دي ساباتو. اها مثل ما قال 40 minutes from ناپولي. هاي وهيك بنبلش. فتنا عند اهل مرتو تليان بضيعه صغيره كتير كتير صغيرة. السواح ما بتجي لهون، ما قطعت ولا سيارة بآخر ربع ساعة. نحن هون هيدي هوم ميد؟ هيدي مش بس هوم ميد، هيدي بوفالا لاتي دل ساليرنيتانو تيكيامه لاتيتسونا، يعني شكلها مثل البز تقلى كيلو. دونك او ماي جاد سيت ان سبيكتاكل. موتزاريلا سا سمي با او فريغو، الي فيت لو جور ميم، الي كونسومي لو جور ميم، يا با دو كونسيرفان ددان، اي سا ريست يا ريان كي ريست جوسكو لاندومان. ما في شي بضل لتاني نهار. شوف بس نعلي لك اياها شوي. هيوج هيدي تريتشا. تريتشا هي معموله موتزاريلا دي بوفالا مجدوله، اللي فرسي مورتاديلا اي بيستاكيو فيستو فيستاش. هلا قصة كبيرة طلعنا الدنيا. شفتوا الحليب كيف عم ينزل من مكان؟ عم نحكي عن غير ليفل، عم نحكي عن إلاستيسيتي، عم نحكي عن أساوي من جوا طراوي من برا، عم نحكي عن حموضة كتير حلوة، عن طعمة حليب عم بتبق من وين مكان، عم نحكي عن شيء روعة. Oh my god طعمة مش دقيقة بحياتي، مش حزة بحياتي. من برا متبات الحليب، من جوا شوي إلاستيك مثل الحلوم. all in all طعمة حليب بافالو ما بتشبه ولا المعزة ولا الغنم ولا البقر اللي بنعرفه. oh my goodness إذا هيك مبلشين يا سلام بالوكر تبع الجبنة محل ما هي معمولة. طب شو أحساس؟ متصعب بيكل منقوش بي برات لبنان. انا منقوش بلبنان غير موضوع. لا تريتشا تي كاما ماما واو وات از ذس موتزاريلا مورتاديلا بيستاكيو. شغلة كتير كبيرة. أكل التلياني أكتر بكتير من بيتزا، أكتر بكتير من باستا، أكتر بكتير من اللي بيوصلنا. هيدا دكتور سامر المطبخ التلياني، باستا بيتزا ريزوتو. هيدا كيف بده يجيب لك إياها على لبنان؟ شو هاي مونتريلا؟ بعدين هيدي سوبر. شو بدي أقول ماما ميا هالجمعة؟ مور جدا. مارونا، وا الشامبان مارتليني كلها بايطاليا بارادايس. اول شيء 4.5 على بيفينو، حطيت له 4.6 probably one of the best wines of time. كنت مفكر انه شربت روزي على الطياره واطيب من هول. نو اند ذن كومز ديسكفري. هلا انا مفكر بفهم بالريكوتا او انا داي ريكوتا اكزاكتلي. كمان رجعت عم بعمل كومباريزن لازم اوقفهم مثل الجبنه البلديه المعزه بالضيعه واللي بيعملوا جبنه بلديه ورات لبنان وبقول لكم جبنه بلديه هون زيت شيء. خليني اسمح لحالي بايدي بس اقول لكم انه هون عندنا شيء تكستشر مثل كريم تشيز، طعمه روعه. ما فيها احساس الرمل، ما فيها نشاف جواتها، ما فيها هوا جواتها، سبريدبل بس واقفه. احساسها تحت اللسان مثل اللبنه
and then comes ricotta flavor. Questo mille di castagno. Sì. مثل القريشة وعسل عنا. بس كريمي أكثر من القريشة. دنس أكثر من القريشة. هيفي أكثر من القريشة. بتتاكل أو مع عسل أو مع ملح. هذا عسل عسل وصل العسل الكستان هالقد وات وايبس هالجمعة شو جاي لعندك؟ هيدا عسل كاستانيا برودوي ici dans les terres qui sont à côté qu'on le mange avec la ricotta di bufala. شو أهمية المنطقة مع كاستانيا وعم نسمع هلا الصوت ورا؟ هلا ورانا عم بينطفوا تحت النوازات لأنه هون هلا الموسم بيقطفوا نوازات البندق. دونك تمرق مكنة بتهز البندق بيوقعوا البندق على الأرض بعدين تيجي مكنة تانية الاسبير مثل الاسبيراتور الاسبير طول النوازات السيبار لي في اي دي نوازات وبعدين بياخدوا النوازات. هلا عم تسمعوا صوت الاسبيراتور اللي عم ياخد يعني ساعات ناكل نوتيلا من عندكم من عندنا هون سيرينو حدنا دوقة مع شوكولا عندنا الريكوتا مع العسل شو بحط الريكوتا حط لنا شوي مع عسل طري مثل الدبس شفت كيف عم بنقط من مكان منه قاسي ابدا مثل لا بيجينا كله كيف الميل واتس هابينينج في احساس بيحرك المشاعر اكثر من فاين دايننج ب 3 ستارز ميشلان ما حسيت احساس مع انه شوية جبنه وشوية عسل يعني واو عندها une petite c'est une petite entreprise locale elle fait que des produits qui sont des villages autour من بيناتهم هيدا العسل مين اللي كاستانيو صبوري رجال الحلقه راح يكون فيها تلياني عربي انجليزي فرنساوي كوكتيل كل واحد راح يفهم شقفه او مجموعين مع بعضهم على 10 ايام the real traditional old Italy يلي هن كتير قراب منا نحن مش بعاد يعني بالبحر الأبيض متوسط مش بعاد عن لبنان وعن المنطقة البلد بتشبهنا أنظف أرتب بس زيت شي البوية المقشرة زيت طريقة البيوت حصان تحت كتير كتير بيقول أنه نحن مش بعادنا هون احترام البلد نحن عم نتعلم هذا الشي قريبا بس anyway زيت الفايب وزيت الجو وزيت الضحكة وزيت الكرم وبعده بيخبر انه البيوت الناس بتنام وبتترك مفتاح برا وزيت العطاء وزيت الفليفرز والباشن والالوان والفواكه والخضره والحليب and so on يلي رح نكتشفها بالايام الجاي انا عم جرب افهم ليش هالدرون ما عم بيمشي عم جرب افهم ليش عم بيقول لي cannot take off بهيك مناظر قبل ما تروح الشمس مش معقول ما طير درون خلينا نشوف ان شاء الله بتزبط قررت اخذ اجيب درون صغير قد ما باخذ المسؤوليه على الدرون الكبير يا ريتني جبت الكبير حتى نجرب ودير دير 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 لوكيشن ايرور بس جديد رجعنا فكرتوا انه اكلنا كثير ايه بعتينا اكل ما بعرف بس انه مفكرين انه بس عزمونا على الجبنه دير المنقل ركبت طنجره الباستا وبعدنا باول الطريق والكلهم كلهم مقبلات في شيء معلق هونيك شفته عم تقول اسمه كاشو كافالو اي بيكات سبيشاليتي دي سي بس نخلص اللحمه كل الباربيكيو صار على اخر الحطب نجيب هذا السلم بينحط فوق الباربيكيو وبيتعلق الكاشو كافالو امبيكاتو عليه اسمه كاشو كافالو امبيكاتو يعني بامديو مشنوق يعني
بنحط عليه وبنبلش الفحم ينزل ونحط خبزه. وي قوم عنا شغل عنا شغل. جيت جيت على الباستا يلا. Chalatelli, c'est une pâte qui est très. C'est la pâte de la région ici. Chalatelli, c'est le plat de pâte qu'on ne trouve pas en dehors de la région de Naples. Chalatelli, quand il y a quelqu'un qui arrive, c'est un spaghetti large qui est fait exprès et que le funghi porcini, les cèpes, elles s'attachent. Donc c'est une spaghetti courte. لا يلي ما بيعرف نفسره انه كل منطقه من ايطاليا فيها باستا حسب المنطقه. يعني محل ما بيقولوا لا بندوره في باستا شكل للشكل البندوره، محل ما في باكياري كبيره تنحشى اكثر، فكل منطقه عندها الباستا تبعها. هو شو مثل تلياتين بس مبرومين برم مقصقصين شقف صغار وقصير. ليش قصيرة؟ لأنه الباستا الطويلة الفونجي السيب يعني الشامبيون ما بيعلق بيسحب على الباستا. الشغلة الثانية والمهمة أنت اللي بتعرف إنه الباستا هي خلقت بجرانيانو ضيعة حد سورينتو بين سورينتو ومعمولي وخلقت هون بالمنطقة كل أنواع الباستا وبعدين انتشرت راحت على أمريكا. في شغلة العالم بتعرف إنه الباستا قبل ما تطلع غير مناطق إيطاليا راحت على امريكا لانه الليزي ميجريسي بدي نابوليتان. اوكي. ومن امريكا رجعت على ايطاليا على النور تبع ايطاليا. صار في 300 نار. صار في 300 نار. دونك كوم سي اون بات سيك، سي با اون بات فريش، ومن ان فيل دويل دونيف بور كو لا بات نوكول با، سي اون بات ارتيزانال. هي ارتيزانال، انا ما فيش شوف طبخ ما حطيته. حطيته برضه. دونك اصلا بيجي عندهم الكرة. Une fois je suis allé avec lui, je venais d'arriver ici. C'était la dernière fois. Tous les jours, tu entends les serpes qui y a. Tous les jours, il y va. À la 5 du matin. La première fois que je suis venu ici, donc on était avec les frères Alfonso, qu'est-ce que vous allez faire? On va accueillir des cèpes. Si, on va accueillir des cèpes. Moi j'étais jeune, je viens d'arriver ici, bien sûr, on va y aller. Donc on est monté dans les montagnes, une heure de voiture, après 4-5 heures à pied. Nous les jeunes, donc les cousins, machin, on avait à l'époque 27-28 ans, on marchait et Alfonso, qui était le plus vieux, il était 500 mètres devant nous dans la montagne comme ça. Je t'assure, Castro Jaina Mahna. Alfonso, c'est un ancien parachutiste. Ah. Oui, dans l'armée italienne. Donc, il marche, on l'appelle, on lui dit, cammina come una capra. Il marche comme une chèvre. Et qui vient ici, c'est un choix. Un choix. Et c'était la dernière fois que moi j'ai été chez les cèvres. Depuis, je les mange ici, mais je l'attends pas là, là-bas. J'ai boit. Plus précieux, hein? Ah. Et sur la montagne. En bas, dove stanno i castagneti, lui è più noir. Più noir, hein? Okay. Wow. Più in alto. Ouais, donc, plus de en haut, sous les châtaignes, tac le castanat, bite la langue, assois à ta. C'est un fungo. È un fungo. De restauration. Voilà. Marco. Yalla. Non, j'ai levé le champagne. Non, rimangio quello là, io ne investo più poco. Basta. Basta pittekel al dente. Pittekel bas al dente. Oggi parfois de remo fait d'attaque, il faut effet.
مش منزعة بعضها مش معلكة. الدنتي لدرجة أنها بتكسر كسر عم بدأ قص. ما بتسمعوا؟ Please don't overcook pasta. الدنتي مثل ما هي. Very simple, simple ingredients. وكتير حب على طريقة البيت، ست البيت، طبخ بيت. ميرسي بوكو. أنتونيتا، أنت في الماندو، غراتي. نو غراتي. تكوالات يا منك. Devo mettere qua ancora un altro, va bene così. Io solo un pezzettino. Allora, questo la mangio io, questa la mangio lei, 1, 2, 3 e 4 e vostra. Quella metti nel frigo. Questa podolica, c'est une vache d'ici che dans les prés de la région à côté, vous allez goûter une viande locale qui est élevée et qui mange que des prés des montagnes qui sont juste là autour de nous. Et ce qui est bien dans cette viande, c'est une viande qui a 15 jours de maturation. Et quand une viande a 15 jours de maturation, elle a jeté tout le sang qu'elle a et on garde que la saveur. First impression, ma fille voilà notre liquid. ما فيه ولا نقطة فات. النار ما عم تدخن. التكستشر تبعها بيطلع بالكم تلعبوا فيها هيك و بس ما راح مد ايدي. ركبي بالباربيكيو هيدي بعد عم بتحضر. ولا انا فكرت جاي ناكل جبنه ومكفيين. صار بعده وقت الغداء، بعد عم نتغدى. صارت الساعة 6:30. يس. طب جبنة فهمنا، باستا فهمنا، شغلتهم لحمة بس هاي شو؟ لحمة شغلة التليان هي شغلة الأمريكان شو هالطراوة؟ شو هالعظم؟ شو هالخفة؟ لك شو هاي ليكويد بقلبة شهر جوسن؟ شو هالإرتياح؟ كاركتر؟ منا دايبة مثل الكوبي أو الواجيو اللي بيروح إلا كاركتر أساوي not for me متي yes for you عن قد ما بدي فيني ماركو ماركو نام إيطاليانو أنا مخفف أكل هالجمعة أنا مخفف أكل هالجمعة قررت إجا إيطاليا وخفف أكل إذا هيك مبلشين بعدنا على الغداء ونحن بنقول اللبنانية بنقعد على قعدة ميزة 6 ساعات صارت 7 بعدنا على الغداء وكيسك كيسك ايه صار العشاء أربعين يوم فرولاتورا فرولاتورا درايد 40 دايز بودوليكا إربينا هيدي اللي كونتر فيليا لبيستيكا سي با لو فيليا الي موان تندر مي الي بلو جوتوز قبل شوف رياكشن تبع هيدا هيديك يا ريتني صورت لكم او حطيتها بتمي هون اسمك بكثير اقسى دفنتلي اقسى فول بودي فول بودي فيري سترونج تكشر اي بلوس دو جو ايسي طعم اكثر هيديك اطيب خلص رو رو تعرف اذا برح ضلني اقدر اتنفس روح معك غير محل بعد فيه؟ طبعا وين صرنا؟ شو عنا بعد؟ هلا الكاشو كافالو امبيكاتو هيدا جبنه بيعملوها بالاربينيا كثير مشهوره وبكل الحفلات هون يعني مثلا عيد السيدة على فيراغوستو بكنز اوت بكل الحفلات اللي بتصير بالصيفيه بتضيع اند ستاند بريفيري دي جان هو الكاشو كافالو امبيكاتو Donc, impiccato, il y a des machelous. Hein? Donc, c'est un fromage fait à base de lait de vache qui est frais. Malaisie, il y a un peu de frais, il y a un peu de frais. Donc, il est plus fondant. Quoi. Donc, il y a un peu de cibé. Au fond, on a. Heidi Marco, ça sera un truc exceptionnel. C'est toi, personne ne la connaît. وبيتعلق عالي شوي عن النار وبعدين شوي شوي بتصير ينزل الجبنه بدنا نحط خبزه دونك الفيرسون دو لوكس تبع الكاتشو كافالي امبيكاتو بس ينزل الجبنه بحطوا تارتوفو فوق
هاي القصة كلها. دونك ساعة هيدا الجبنة عندنا هون بال ما في بلاتو فرماج، في كاشو كافالو امبيكاتو. هاي بلش بريحته شوي، and then comes ريحة الخبز اللي هي ساور دو، وبتيجي الجبنة. مزونة أنا بونا مزونة أنا بونا بونا. وين كانوا مخبين كل هول طول هالفترة؟ فينا عم نزوده بعدنا على الغدا. برجع بقول لكم بلشت تعتم، عم لحق حالنا باخر كم نقطه، ونزل على الطاوله اشياء كثير حلوه. نزل على الطاوله شو على كريم، شو اسمه بالتلياني؟ بنيه على كريمه. بنيه على كريمه يلي بتعرفون كلنا بنعرفهم، خلينا كلها لبعد شوي. هون اجا وحده ثانيه في بقلبها على نوتشولا، على نوتشولا يلي لفتت لي نظري هي بابالي نابولي. بابالي اختراع يلي بيقولوا عنه انه من هون، بس هو مش من هون، هو ستورر بلشوا بفرنسا. بس ما بيمنع انه شغل كتير مهمة بإيطاليا. بابا أورام نابوليتان شربان منيح، روم شربان منيح منيح منيح، طري وسفنجة مثل المخدية. او بعقل، او ماي جود، بدي اكل شغلة مش طيبة بقى. بس تروح على فرنسا بوم. كيف التاكل؟ كيف؟ انفجار بقلب التم، سكر، حليوة. اوه ماي جودنس، صار عندكم حلقة على غدا واحد. هيك نضب غراضنا ونرجع على شيفلو. شو عنا هون؟ كويستا ديليتسيا ليمون، ديليتسيا ليمون أمالفي سال دريس. في بقلبه كمان كريمة ليمونة، كريم وسيترون، كريم وسيترون أمالفي avec les citrons de Amalfi. هتربح كريمة ديليتسيا ليمونة. بس قالك مزبوط مزبوط. هاي يلي كتير طيبة. اكزاكتلي انا بصراحة البابا اوروم ناقصة بارتو ان فرانس، بارتو ناقصة هاي مثل بنابولي il y a des versions بس هذا الكلاسيك. مو جي رامني لا فيرسيون اوريجينال كلاسيك. انين تنين بيد توب، انين شامبان راحت كونياك. ايه لانه ما اشربنا كفايه الليله. قلت له كونياك. شو هالزلمه انت؟ ثانك يو. شوي تشيرز. وبعد السهرة بأولها، الغدا بأوله، الغدا بأوله والسهرة بعد شوي. هلا عنا واين تيستينج والعانة ضايعة. رودياه كولوتو ليموني della costiera si mettono a macerare solo le bucce del limone. Dopo 15 giorni si può fare il limoncello. Quindi si deve bollire un litro di acqua, un chilo di zucchero. Dopodiché quando è finito di bollire, dopo 5 minuti, spegni e versi tutto dentro e lo chiudi e aspetti che si raffredda e poi lo, come si dice, lo filtri e lo metti nelle bottiglie e dopo lo metti nel congelatore. عم نحكي عن هيدا
لمونتشيلو البلدي. شو قالت ما بعرف، اذا حدا بيعرف تلياني يكتب لنا اياه تحت بالانجليزي. مهم يلي قالته بقلكم انه هيدا دي مونتشيلو مش ضايق منه بحياتي اساسا. الثيكنس تبعه، التكستشر تبعه، التقل تبعه، طعمه تبعه، ريحته، الليمون زيست، الاحساس اللي بفوت على الزلعيم، الحرقه هيك، الحريق اللي بيعمله بقلب الزلعيم بطريقه كثير حلوه، الزقزق اللي بزقزق فيها الزلعيم من جوا. يلي قالته ما بعرف، بدي اجربها بلبنان. هلا رايحين على السنترو ستوريكو تبع يلو ديل سابتو. اليوم في الفيانو فيستيفال. الفيانو فيستيفال هو الواين فيستيفال تبع الافيلينو ريجن، لانه في مبيد كتير مشهور هون هو الفيانو دافيلينو، هو وايت واين اتس نون وورلد وايد. وصار له 3 ايام امبارح وقلتهم امبارح واليوم في الفيانو فيستيفال. هلا رايحين على السنترو ستوريكو دي يلو ديل سابتو تنشوف الواينريز وكل الحفلة كرمال الواين فيستيفال. Collo di maiale nero. No, capicollo di cochon noir. Vai. Reale di scottona. Podolica. Podolica scottona. Vai della regione Erpigna. A molto. Camone di scottona. Scottone. Ah, come scottano. Scottano. È scotta proprio, eh? Scottona. Un altro tipo, vai, che voleva. Di cagna, di cagna, di cagna, di cagna, di miei ragazzi, di un altro gruppo. Entra con il sottone. Questa? Ok. Dopo. Ok.
يعني اكثر من هيك تقليد ما بيصير. فيانو فستيفال الليله بعتقد الاجانب الوحيدين هن نحن. بخبركم ما بعتقد شايفين حدا لاقط كاميرا من قبل لانه كله عم يطلع فيه بالقلب وعم بيقول شو هاللغه عم بيحكيها. فيانو فستيفال بيخلص اليوم، العالم كلها سوا لقطه كبيت بيدو معلقتها من هون وماشي بتعبي وبتشرب بتعبي وبتشرب. وسم الله لضيعه هالقد صغيره باخر الدنيا فينا نقول في عجقه منيح بالشوارع القديمه بالسوق القديم. نظافه ترتيب، الاضوية حلوه، الموسيقى حلوه، والناس عم تتمشى بتشتري او بتشرب البيض، ونحن محظوظين نكون عم نفرجيكم الليله والاجواء.